هلا السلام الله يا هلا يا هلا يا هلا يا مرحبا يا مرحبا تترك اسابك تحدى واستمر وجهه وبدل طويل ويحفنا اجمل حماس ملامح الفن الجميل هنا القواعد والاسرار الله صنفرة الله حيه يسر معي مساكم بخير صوتكم زينة بأسلوبك الحلو انشرح ذواق رحلة ممتعة من أولها حتى آخرها أضيق نادي للعصر حرق فنك مكانكم مكانكم يا شباب فضات النجم وين يسعى الله طقم مين مطقم؟ الله طقم أضويق نادي للعزم إذا حبيت صفح إذا حبيت صفح فضاءة النجم والياس عاند وهزم على حروف يلا حيهم هلا ايش عندك؟ بشوف التشخيص احنا عندنا الحين هوا وحنا قاعدين نطلع كذا يلا حيهم الله يا اخي يا الله كيفك؟ والله الحمد لله جبت لكم اياه مشان احكي له عن حكيمته على السمكه اللي جايه يلا حي الشباب هلا دكتورنا مرحبا المرحب احنا مستقصدينك عشان كذا مكانكم وين راح شباب؟ انا سيد ايش المقصد؟ لا جنبك يا هلا ومرحبا خلاص المدير جه هو يحييكم ما عندي ربيز اللي عندك اليوم لا والله عندك ابد عندك عندك كم لا والله ربيزنا واحد احنا ضيوف حامل حلو اليوم اللي طول يا لا العيد هذا طول ترى بمشي والله ما عندي مشكله والله عندي ترى نبغاكم بيننا عندي لبنه بالسياره تخرب بدي اوديها بيت شاري اغراض العيد يعني والله اني صادق تعرفون هذا بعلمها نواف تشيز بلتر تعرفون تشيز بلتر لا اللي هي صينيه صينيه فيها اجبان ومرتدله ومربى وكذا كذا كذا طقم كذا فخم اي ف لا مو موالح فيها فاسمها تشيز بلتر الله يكثر من تعبك والله نسوي استفيد تدري متى اعاني مع من اعاني مع سعدون المفردات الانجليزيه هو ينقد عليك اذا ما قلت كلمه انجليزيه ينقد عليك تطيح من عينه ايش فيك جابك كذا النخوي المدير يعني بتقولون ليش بارز في البرنامج يعرف نجلس يعرف نجلس يلا عايش طلب منك مداخله سعيدين بكم والله ترى هذا داهيه والله داهيه الله يحييك والله ترى وقعت تحلل بالضبط هذا هو التحلل اي والله هذا هو التحلل ما تحلل طلعنا من البرنامج اي والله وسحب مخرج يقولون ما شاء الله عساكين ابو ابراهيم في قرار والله القرار اليوم انه نستانس اليوم حلو بشوفتكم